سابقاً على موضوع تداخل البنات، ثم يصل لوجد ناتج يجب يكون من تداخل إنتاجي وتداخل البنات. فعندنا بالنسبة للتداخل الإنتاجي يقتصر على البنات، تعرف البنات بأنه يقوم على كمن ولا كمن على كم. أما إذا كان تداخل إنتاجي فيصبح ثم على كم وقد على كمن. وهذا نقدر نسمع في هذا الفكر، بينما هذا قلنا نسمع بشكل آخر اللي نبدا ب 180 مثل ما ارسلنا قالت 180 فتبدا الموجه الثانيه بعد 180 درجه من بدايه الموجه الاولى. فهذا ممكن ان يعبر عن نفس العمليه بدلاله فرق المسار البصري. شو نعم اطرح لنا بدلاله فرق نطلع من نفس العمليه، اولا بدلاله فرق المسار البصري تم طبعا ما لا بدلاله فاصل من نقيض زاويه فاصل من نقيض زاويه فاصل زاويه فرق الطرف. اذا شلون العب على هذه؟ نعم بالزاويه الحقيقيه او نقول انها بالزاويه الحقيقيه هذه شلون العب على هذا؟ لا بالنسبه لي هذا يعني حول من 180 مثل ما قلنا من 180 الى نصف موجه الى نصف بدل ما اكتب هذا اقول فرق المسار البصري يجب ان يكون اكثر اكثر يساوي نصف الى ازدياد. بعد اذا بدل من ايضا نفس العمليه بدل من شو يصير عندي؟ يصير عندي واحد ونص للثلاث ضوء هذا الامتداد وهذا نص الامتداد فصار واحد ونص الامتداد راح اجيب اذا بدل من هذا اجيب ثلاثة على اثنين الامتداد. اذا بدل من هذا نفس العمليه ايش راح يصير عندي؟ اثنين ونص الامتداد وهكذا راح بدل من هذا الشيء سبعة على اثنين لمدة إذا راح يصير عندي ثلاثة على اثنين لمدة ثلاثة على اثنين لمدة وخمسة على اثنين لمدة وإلى آخره. فشو كتب هذا؟ يمكن بدل تلو يساوي تلو فائدة نصف في لمدة حيث تلو يساوي تلو صفر واحد اثنين هذا هو بالنسبه لفرق المسار البصري. اذا تحول الى فار تحول الى فار شو تطبق؟ تطبق هذه العلاقه ونكررها على كل الاجزاء اللي هي نصف وثلاثه على اثنين وخمسه على اثنين. شو راح تحصل؟ راح تحصل على فار تساوي فار لا تطبق خمسه على اثنين اذا فاتني سبعه يعني لا هو راح يصبح لي فرق الطرف بالغيبة هو شبكة مضاعفة فردية للسبب في التداخل الثلاثي كلها من أشياء أصلا على مضاعفات زوجية مضاعفة في التداخل الثلاثي. انتقل الشيء الآخر شلون ترسم الموجة الناتجة من كل من هذا وهذا؟ الموجة الناتجة راتبه راح نعرف سرعته ما تكون من آخر يشتغل حول حول أنفسنا واتصالها اتصال على أنا وهي تفضل إذا أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا شكرا يا ريت تجي الحمد لله أشكركم أشكركم وين إن شاء الله السؤال الثاني في هذا الحين أصبح هذا سؤالي الفصل السادس السؤال السابع الفصل السادس الأخوة اللي قلتها بس أتكلم عن الكورتوريز أفواه قبل الفصل السادس السؤال السابع من الفصل اللي أحسن أبو السبعة السؤال السادس السؤال السابع مسألة أو سبعة صح 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 على 200 إن شاء الله يعني مو السؤال السابع السؤال عن أي فضل استخدام يعني
تستفيد منه الأمر الثاني تكون الساعة مستوية. فإذا كان هذا 5 كم على 5 مستوية فهذا يعني كم الساعة حسب صفر. وطبعا كل يوم عارف طبعا ويستوي هذا العارف إذا كان غير مستوي الساعة وغير طبعا الأمر الثاني درجة عند أيضا لا تحصل الوجه المنتجة إذا كان سطح الساعة بيت وتكون هنا في السطح وتحصل المختلف في الساعة الأكثر. وهذا الكتاب لما موجود الكتاب الخليفة موجود الكتاب الأجابة. المهم هذا هو معنى التدافع الاهدافي والبدل. وان شاء الله بعد ما نجاوب الاسئله الخاصه بي ان شاء الله اتوجه بس اكمل موضوع الاخير اللي تكتب كذا لان يكون في الاسئله. فنجي على المساله او السؤال سالنا على الايات السؤال رقم 7 من الكتاب البدل الاخير هل السؤال 7 او السؤال مساله 7 يقول علي عدد يفضل استعمال في التماس بين الاكواد بدلت من الزجاج الاحتيادي في كتبة الظاهرة الكهرباء الضوئية. الحقيقة هو بين الزجاج الاحتيادي يصنع الاكواد وهي عندنا عموما كل البنزات البنزات في الكهرباء الضوئية الاكواد الضوئية معناها انه احنا عندنا صدق بنزي يستقبل عليها ايش؟ الشيء عز وجل في بيت الرجل المؤثر يطلع لي فكرة ثانية الفئات المؤثرة في أغلب الفلسفات فقط في منطقة فوق البنفسجي يعني عدد الفلسفات الفلوية تقع في المنطقة المادية بس الفلسفات الأخرى لا سمعت عن الزنك الزنك اللي هو 50 ميلي يعني هذا يقطع المنطقة فوق البنفسجي وهو هذا اكتشاف الضغط اعتمد عليه أصلا ما يحسن من الميجا نحو البلاد أيضا اعتمد على هذا التخصصين كتاب لغة الفارسية هذا اعتمد على الأخوة وهو مجموعة الفلسفات بين المجتمع إذا معناته كثير من الأجزاء تقع الفلسفة المؤثرة على الأرض ضمن منطقة الأشعة فوق البنفسجي. هل نوعين بصراحة؟ نوعين عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام تفضل أسمعك معيدة. السؤال العاشر والمسألة العاشرة. مسألة رقم 10 من الصف السادس نقول مسبقة الحركية كانت تحتاج الحركة صح تستوي السؤال العاشر في الفصل الثالث صح الحركية تستوي عندك سؤال آخر عندك سؤال آخر لا الفصل العاشر في مدرسة قبل شوي عشر سنين زعلان الفصل العاشر والعاشر نص المقابلة حتى عن أي شيء بخصوص مراقبة وبخصوص فولكلور والابن من انت دائما تقول المعلومات لما تحسب وما تحسب المعلومات من الاستفاء المحتوى المحتمل ثمن يعني بعض التحسيس هو انه هذا لا يوجد لحد الان لم يوجد وما رايك في الفلسفه ايضا موجود في مرحله التزوج وما يريد ان يستقر على مناقب الفيزياء والاحياء ولحد الان ما هو عندك اي فرق في الفصل التاسع والعاشر عدا فقط التصحيحات تصحيحكم اخلاق المدرسه وفقط فقط نجي على كلمة سؤال بالنسبة للعلاقة الاحتيالية وأنا أقول الأول أن نستخدم الإكواد لأن الإكواد يسمح بدخول الأشياء في وسط البنفسجي بينما الضوء بينما الزجاج الاحتيالي لا يسمح بدخول الأشياء فوق البنفسجي لذلك بالنسبة على أصلاحنا إذا استخدمنا بعض الأحجام مرتبطة على الأخبار بأشياء فوق البنفسجي الزجاج ما يسمح لها أن يدخل ما تصبح من أسفل الأضرار الكهرباء إذا لأجل أنه يسمح بدخول الأشعة فوق السجادة وهذا يعني السجادة يعني لا يسمح لها بدخول. إضافة إلى ضرر المادي طبعا يعني تسمع الضرر المادي مع الأشعة فوق السجادة وذلك المفضل الأكواد على الاحتيال للسجادة الاحتيال. أيضا المسألة رقم 7 سقط الضوء ثلاث دقائق 6 في 10 في 15 هرتز على سطح المعركة فوجد أن مدى الإلقاء للكترونات الضوئية منحرفة ذات الطاقة الحركية العظمى 18 بالمئة فولت إلى المناخ الكوب المناخ مو هذا معنى الطاقة الحركية العظمى يعني هذا هو شيء يمثل يمثل منحرفة وصفة الجمل في وجود الإلقاء ودائما الإشارة تستمر لأن المنطقة تستمر على الوسائل على المؤسس وحسب
عندما سقط ضوء تسدده وسد العشرة في عشرة قوة 15 على نفس المعنى، يعني على نفس المعنى معنى أن داود استوى في السابق للمعدن للإلعاب للحاجة مع نفس المعدن لا تكتبه لبن يبيد نفسه الأول والإسلام الثاني وجد أن درجة الإلقاء يساوي 4.3
الذي هي اصلا هو اللي شغل شغل عبر. فلذلك هاي المعادله تحس حساب الحركيه العظمى للالكترونات التنفيذيه بعد في هاي الباب. فبنقول على العلاقه بنقول ان كانت الانرجي ماكسيمم يعني الطاقه الحركيه العظمى للالكترونات تساوي لاحظوا اتش اس انتجريت كوتر طاقه الفوتون ناقصا بعد الشغل هاي بناء اليوم الحقيقة هذه القصة مسألة حل كلش بسيط. أنا عندي مجهولين، المجهول الأول هو ثابت الحركة، المجهول الثاني هو النبات اللي هو ذات الشغل واللي بيشتغل على نفس المعدن مش نفس الضغط. بالتجربة الأولى سبقنا سؤال ترددوا أفواه، عندما سألنا سؤال ترددوا الثوب. تسوي تستخلص معادلتين وهالمعادلتين يعني الحلم عليها انها تخلص منها تتخلص من دبليو ونوجد الالف اللي هو ثابت بالحركه. اذا ما يصير له وقت ولا وقت او ثابت الوقت فثابت بالنسبه للتاتي ما ثابت لكن اذا اعطاها ذاك الوقت مؤثرا ممكن اطلعها بالطريقه الاخرى. اذا راح نذكر بالنسبه لي انا بدي اول نقول Sorry.
Right.
في على الدولات ومع هذا التأكيد ويوجد قيمة الأكل في هذه الحالة. هذا أيضا لما عملت حسابي شوي طالب يحتاج إلى إضافة أكيدا عليه لأنه في أيضا ممارسة ويجب أن يكون ثاني الطالب وفي شغل بيده أكثر من ما يفكر على الحاسبة عنده هذا نسبة استطاع الحاسبة يتقدم أكثر ويجب أن يكون ذاك الشيء للطالب. عندنا الاتصال أيضا محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد اسمع. محمد تفضل. يا مستر. فصل رابع، احنا اليوم موضوعنا الاستخدام اسمه استهدف واستهدف. واضح؟ فإذا عندك بيت السؤال مش الإجابة كان. واللي جاء لا ضغط كم إجابة كان. يا مستر فصل رابع. سؤال استهدف فصل رابع. ما عندك تجي عليها الأسئلة؟ بس طيب إذا عندك الخامس والسادس والسابع ما عندك أي أسئلة؟ الخامس والسادس والسابع ما عندك أسئلة؟ قول قول تفضل يعني إيش تحكي عنه؟ تفضل لا لا ما عندك العاشر العاشر كنت في الرقم 61 في العشرة و37 و30 سنة